دشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع لحج دورة تدريبية في الإسعافات الأولية مستهدفة ل 25 متطوعاً ومتطوعة لتعزيز مهاراتهم في الاستجابة للطوارئ. وعقب التدشين قاموا في جمعية الهلال الأحمر بزيارة مكاتب الجمعية والمركز الصحي التابع لها، وذلك للاطلاع على آلية عمل الفرع والمركز الصحي وبحث المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل، وذلك لتعزيز التعاون بين الجمعية والاتحاد الدولي في مجالات الصحة والطوارئ.